الصراع لن ينتهي أبدا، هي خلاصة ما توصلت إليه دراسة مسحية للصليب الأحمر الدولي استهدفت جيل الألفية من الشباب في دول متعددة كان الفلسطينيون فيها الأكثر تشاؤما تجاه استمرار صراعهم مع الاحتلال. إن رؤية أبناء الجيل الألفي الذين شملهم الاستطلاع لمستقبل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لابد من أخذها بعين الاعتبار، خاصة إذا كنا نتحدث عن أفق للسلام، وأيضا ليس فقط نظرتهم تجاه الصراع الدائر في بلدهم، بل أيضا أن ما نسبته 69% يعتقدون أن هناك احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة خلال فترة حياتهم. الدراسة التي شملت أكثر من 16 ألف شخص من 16 دولة أظهرت أن أكثر من نصف الشباب الفلسطيني يعتقدون باستمرار الصراع الحالي، فعلى أرض الواقع يستمر الحصار والاستيطان والتضييق، وفي المقابل يتمسك الفلسطينيون أكثر بحقوقهم ويرفضون التفريط بها. إحنا مع اليهود فيش سلم، فيش حاجة، فيش أي بوادر خير معهم، لأنه هذا كيان محتل مش دولة. احنا ما فيش حاجة اسمها دولة إسرائيل. الشباب الفلسطيني الآن في ظل هذا الانسداد الكل يفكر بأن خيار المقاومة والعودة إلى المقاومة بكل أشكالها هو الخيار الأمثل لاستعادة الأرض واستعادة الحق. ويؤكد الفلسطينيون أن تبني المقاومة بكافة أشكالها كفيل بإبقاء جذوة الصراع مشتعلة بانتظار تغيير موازين القوى وصولا إلى تحقيق حلم التحرير والعودة. غياب أفق السلام مع الاحتلال يدفع الفلسطينيين إلى خيارات أخرى كتبني المقاومة نهجا وعملا في مواجهة ما يتعرضون له، ولا سيما في ظل التنكر لحقوقهم والمؤامرة التي باتت تستهدف تصفية قضيتهم العادلة. أحمد شلدان، غزة، الميادين.